نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكدت سوريا أن الدعوات لتسليح المعارضة السورية أمر عدائي ضدها، ومن يدلي بمثل هذه الدعوات يتحمل المسؤولية السياسية عن سفك الدم السوري. وفي مؤتمر صحفي أكد الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي أن حركة حماس موجودة في سوريا، سواء غادرت أم بقيت فإنها ليست ورقة في يد سوريا كي تبقى أو تذهب، وسوريا مستمرة في دعم القضية الفلسطينية. أكدت سوريا أن الأحداث فيها ذات طابع أمني، وهناك من يلعب بأمن سوريا سواء أجهزة استخبارات أو أفراد أو مجموعات. لا شك هناك من يلعب بأمن سوريا، أجهزة استخبارات، أفراد، مجموعات إلى آخره، لكن أنا أدعوكم كوسائل إعلام فقط لتصديق عندما يتعلق النبأ بمسألة أمنية سورية إذا صدرت عن الإعلام السوري المتمثل بالتلفزيون السوري ووكالة سانا أو بيانات صادرة عن وزارة الداخلية أو الدفاع أو الخارجية، فهذه هي الأمور المؤكدة. عوضا عن ذلك ما تسمعونه بالإعلام إن لم يؤكد رسميا فهو غير مؤكد. وأوضح مقدسي أن الدعوات القطرية والسعودية لتسليح المعارضة السورية أمر عدائي ضد سوريا. نعتبر هذه التصريحات هي عمل عدائي ضد الجمهورية العربية السورية، ونحمل كل من يدلي بهكذا تصريحات المسؤولية السياسية لسفك الدم السوري. نحن نود من الأشقاء سواء قطر سواء السعودية سواء أيا كان المساهمة في عقلانية وعقلنة المعارضين ودفعهم لطاولة الحوار، وليس لتسليح الحراك وسفك الدم السوري الذين يتحملون مسؤولية هذا الدم بكامله. طالما أنهم يسلحون ويعلنون ذلك، يسلحون فصائل معارضة ترفض الحوار السياسي. وبشأن الجهود التي بذلتها الحكومة لإخراج الصحفيين من حمص، قال مقدسي إن أولئك الصحفيين دخلوا متسللين، والبعض منهم خرج متسللا، وهذا يعزز الشكوك حول طبيعة المهام التي يقومون بها، موضحا أن وزارة الإعلام وافقت على دخول أكثر من 170 وسيلة إعلامية، ولكن البعض استعجل ودخل أماكن نعتقدها غير آمنة. وعلى الرغم من ذلك، أجرى الهلال الأحمر بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي 3 محاولات لإخراجهم وباءت بالفشل بسبب رفض المجموعات الإرهابية المسلحة. وردا على سؤال حول مهمة كوفي أنان وتعيينه كمبعوث أممي إلى سوريا، بيّن مقدسي أن سوريا تنتظر توضيحا من الأمم المتحدة حول طبيعة هذه المهمة لتتم دراستها أصولا وماذا يراد من خلال هذا التعيين. وحول تصريحات كلينتون والموقف السلبي لبعض الدول من الدستور، قال مقدسي إننا لا نتوقع من الدول التي تفرض عقوبات على الشعب السوري أن ترحب بالإصلاح، ونحن لن نتهكم على القوانين الأمريكية التي تستبيح الحريات وقوانين الكونغرس التي تبيح التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ويدعون حرصهم على السوريين. نوع من المزايدة الرخيصة غير المقبولة، نأمل منهم أن يكونوا ديمقراطيين بالممارسة في كل مكان وليس كلوحة الجوكندا من جانب ديمقراطي ومن جانب غير ديمقراطي. وأكد مقدسي أن في سوريا حراك سياسي يجب أن يجيش ضمن الأقنية الدستورية لكي ننهض بسوريا ونجددها. وتتابعنا في نهاية نشرتنا هذه المؤتمر الصحفي للناطق باسم الخارجية السورية. أليكسي بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي أكد أن الدستور السوري الجديد يتيح إجراء إصلاحات ديمقراطية ينتظرها غالبية السوريين، ويدل موضوعيا على وجود مخرج من الأزمة السورية في حال عدم وجود تدخل خارجي بالقوة يعده من يسمون أنفسهم أصدقاء سوريا. وقال بوشكوف في مقابلة مع صحيفة أزفيستيا الروسية إن عملية الاستفتاء لم تكن مهزلة مهما تكلم عن ذلك وزير خارجية ألمانيا، بل المهزلة هي اجتماع تونس. وردا على كلام وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، قال بوشكوف كلينتون تحدثت في اجتماع تونس عن أن النظام في سوريا أصبح خارج الحسابات، ولكن هنا ينشأ سؤال: من وضع هذه الحسابات؟ هل هم أصدقاء سوريا؟ بيد أنهم أنفسهم بنيات غير شرعية وخصوم سوريا كلها، لأنهم يسيرون بالأمور باتجاه الفتنة
ولذلك فإن تصريح كلينتون هو بيان فارغ ليس له ما يجمعه مع القانون الدولي. يضاف إلى ذلك أن السعودية وقطر تحاولان إيصال ممثلين تابعين لهما إلى السلطة في سوريا. واعتبر بوشكوف أن من البديهي أن الاستفتاء بحد ذاته لن يرغم الغرب والممالك العربية على الكف عن مخططاتهم، لكن الدستور السوري الجديد هو فرصة لتنفيذ التغييرات في سوريا، وأهم ما في الأمر ألا يعرقل أحد هذه العملية. الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث مع بوتو كابيلو الممثل الخاص لوزير خارجية فنلندا سبل التسوية السياسية للوضع في سوريا. وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن المباحثات تناولت أيضا تحريك مفاوضات سلام في الشرق الأوسط. من جهة أخرى أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف أن الممثل الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لشؤون سوريا كوفي أنان قد يزور روسيا في الأيام القريبة القادمة. جدد وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي دعوة بلاده لضرورة الوقف الفوري للعنف في سوريا من الأطراف كافة والبدء بحوار سياسي شامل ومناقشة خطط الإصلاح في أسرع وقت ممكن. وأكدت شي خلال اتصالات أجراها أن الصين قامت بجهود للحفاظ على السلام والاستقرار في سوريا والشرق الأوسط، وأن المهمة الملحة للأطراف السورية كافة هي وقف العنف فورا والبدء بحوار سياسي شامل فيها، مشيرا إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بخلق الظروف المواتية في هذا الصدد وتوفير المساعدات الإنسانية. وأبدى وزير الخارجية الصيني خلال هذه الاتصالات رغبة بلاده بالعمل مع الدول العربية من أجل تعزيز التوصل إلى حل سلمي وملائم للأزمة في سوريا. قضية تسليح المعارضة السورية تأخذ اهتماما واسعا في دوائر القرار للدول المعادية لسوريا دوليا وإقليميا. فبعد الخيارات الممتازة لمملكة آل سعود بتسليح المعارضة السورية والترحيب القطري بهذا الخيار، تتالت المواقف الداعمة له من الدول المنضوية تحت أمرتها. ونقل موقع العربية نت عن مصادر عربية دبلوماسية في القاهرة أن هناك بعض الدول العربية تتوجه لتقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية. وبغض النظر عن هذا الموقف الجديد، فإنه يأتي متأخرا عن الواقع على الأرض. فمجلة فورين بوليسي الأمريكية أكدت إرسال السعودية أسلحة إلى المعارضة السورية عن طريق العراق ولبنان بعد أن أعلنت أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا ليست كافية، وإنما يجب تسليح المعارضة. وتضيف المجلة أن هناك دولا خليجية أخرى غير السعودية تسلح المعارضة، وعلى رأسها قطر التي تفعل أي شيء لمساعدة المعارضة بما فيها تزويدها بالسلاح والتدريب لتحقيق أهدافها في المنطقة. أما صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فقد كشفت أن المسلحين تلقوا أسلحة عبارة عن مضادات جوية وأسلحة فردية ومضادات للدروع من فرنسا وأمريكا، وإضافة إلى تقديم التدريب على استخدام هذه الأسلحة. ما تقوم به السعودية وقطر بالوكالة عن إسرائيل يبدو واضحا من خلال دعوات وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق شاول موفاز بضرورة تقديم أشكال الدعم كافة للمعارضة السورية لإسقاط النظام الذي يرى كيان الاحتلال أنه يشكل مدماكا أساسيا في مواجهة المخططات الإسرائيلية في المنطقة. وما تكشفه التصريحات والصحف عن هذه الأعمال هو على الأرض كان أبكر عبر الأسلحة المهربة إلى سوريا والتي تم ضبط العديد منها وبعضها إسرائيلي. واشنطن وإسرائيل تسخران بعض الدول الإقليمية والعربية للقيام بأدوار وظيفية معينة تخدم مصالحهما، ولكن إذا كان الأصيل عاجزا فالوكيل سيكون أعجز. في حمص هاجمت مجموعة إرهابية مسلحة المشفى العمالي واقتحمته مطلقة النار داخله، ما أدى إلى استشهاد الممرض محمد راشد عساف. وفي الإقصار بريف المحافظة اعتدت مجموعة إرهابية مسلحة على محطة المياه بالمدينة ما أدى إلى انقطاعها.
المواطنون الجزائريون يؤكدون أن إقرار الدستور الجديد في سوريا يؤسس لمرحلة جديدة ومستقبل واعد في حياة السوريين رغم كل المخططات العدوانية التي تستهدف تدمير سوريا. وأكد الجزائريون رفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية. تفاؤل كبير عبر عنه الرأي العام في الجزائر بعد الأغلبية التي حظى بها الدستور الجديد في سوريا. الدستور الذي جاء تلبية لمطالب الشعب السوري وطموحاته يؤسس لمستقبل جديد شعاره التعددية والديمقراطية والأمن والاستقرار. فالشعب السوري لما يعني حج إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت على الدستور السوري رسالته كانت واضحة، يريد استقرارا، لا يريد تدخلا أجنبيا، يريد أن يجد طريقا لحل مشاكله الداخلية داخليا. الشارع الجزائري يرى أن الإقبال الكبير على المشاركة في الاستفتاء عكس رغبة السوريين الملحة في استكمال مسار الإصلاح عن طريق الحوار السياسي دون تدخل أجنبي. وقد أبهرتنا النتائج التي حققتها الاستفتاء على الدستور، وكنا ننتظر هذه النتائج لأن الشعب السوري أكد وحدة صفه وأكد التفافه حول حكومته وحول الرئيس بشار الأسد، ونظن أن هذه المشاركة وهذه الدستور الذي يعتبر امتداد للإصلاحات اللي عبر عنها سابقا الرئيس السوري بشار الأسد كانت ردة فعل قوية ضد المؤامرة التي حكت ضد سوريا. أما النخبة السياسية التي أشادت بوعي الشعب السوري اتجاه المؤامرات التي تحاك ضده فقرأت في نتيجة الاستفتاء رسالة قوية للعالم والمعارضة التي ترفض أي حوار وتسعى للحصول على دعم عسكري وسياسي من الخارج. هذا الشعب السوري اليوم مدام انتخب على الدستور، هذه حاجة اللي تفرح كل الشعوب العربية. أتمنى للشعب السوري يتوحد من أجل سوريا، لأن الخبرة والتجربة دا الشعب الجزائري، أتمنى للشعب السوري يتوحد ويحبس العنف ويصبح رجل واحد، لأن الدستور هو ديمقراطية، هو فتح المجال لكل السوريين. بتبنيه الدستور الجديد الشعب السوري قد أكد رغبته في المضي على طريق التغيير رغم إصرار أعدائه على سلوك طريقة الفوضى. يوسف سليماني، التلفزيون العربي السوري، الجزائر. مرشح الرئاسة الروسية فلاديمير بوتين يواصل حملة الانتخابات الأحد المقبل ويؤكد السعي لأن تصبح روسيا مجددا أحد الاقتصادات الخمس الكبرى في العالم بحلول عام 2020 والعمل على إنشاء نظام عالمي جديد على أرض الواقع الجيوسياسي المعاصر. قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية الروسية أعاد المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين طرح برنامجه على الصعيدين الداخلي والخارجي للعودة مجددا إلى الكرملين. في الجانب الداخلي أكد بوتين على موضوع مكافحة الفقر وزيادة الرواتب وتوفير فرص جديدة للعمل، مكررا هدفه المتمثل بأن تصبح روسيا مجددا أحد الاقتصادات الخمسة الكبرى في العالم بحلول العام 2020 مع إجمالي ناتج داخلي يبلغ 35,000 دولار للفرد. وأعلن بوتين أيضا عن برنامج لإعادة تسليح البلاد بكلفة 23,000 مليار روبل، أي ما يعادل 590 مليار يورو بحلول العام نفسه. وفي مجال السياسة الخارجية جدد بوتين تمسك بلاده بسياستها الخارجية المستقلة، مشددا على أن موسكو ستواصل نهجها البناء الهادف إلى تعزيز الأمن الدولي من دون الدخول في مواجهة مع الدول الأخرى وإلى التصدي لما يواجه العالم من تحديات مثل انتشار الأسلحة النووية والنزاعات والأزمات الإقليمية والإرهاب، كما ستسعى إلى إنشاء نظام عالمي جديد على أرض الواقع الجيوسياسي المعاصر. شيعت من مشفيي تشرين وزاهي أزرق العسكريين في دمشق واللاذقية إلى مثاويهم الأخيرة جثامين وعدد من الشهداء من عناصر الجيش وحفظ النظام استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة في أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حمص ودرعا وريف دمشق. وعلى وقع موسيقى لحني الشهيد ووداعه جرت للشهداء مراسم تشييع رسمية مهيبة.